حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا شباب، اخبارك انت ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله كله تمام. الحمد لله. شهاب، في البدايه كده قول لنا يعني الاسم الجميل ده الاول، مين اللي فكر فيه وكمان بيعبر عن ايه؟ احنا اتخضينا، عايزين نقول لك يا شهاب في الاول. هو الحقيقه اسم كفيف، اسمه خفيف. احنا بنستهدف بيه المفهوم الراقي الخفيف ده. اول حاجه احنا مجموعه من الشباب المكفوفين من مصر، محافظات مصر مختلفة. يعني أنا من سوهاج، معايا حد من أسيوط، معانا ناس برضه من دمياط، ناس كانت من اسكندرية، ناس من سوهاج. شهاب، ممكن بعد إذنك تعلي صوتك شوية عشان إحنا مش سامعين قوي؟ طيب كده، يعني أتمنى يبقى الصوت كويس كده. كده تمام، اتفضل. تمام، كنت بقول إن إحنا الفكرة إحنا مجموعة من الشباب المكفوفين كلنا من مصر، من محافظات مصر مختلفة. كان بنحلم انه ان احنا نعمل حاجه نوصل بيها التكنولوجيا، او نعلم من خلالها التكنولوجيا للمكفوفين في كل بيت. عارفين انه القاهره لوحدها للاسف كانت بتستاثر بالدورات التدريبيه اللي ليها قيمه كبيره عند المكفوفين، لكن سكان الاقاليم وسكان المحافظات الثانيه كانوا محرومين جدا من فكره انه يحصلوا على دورات تدريبية، أو يحصلوا على أشكال معينة من الثقافة، أو من الدورات اللي ليها علاقة بسوق العمل، أو ليها علاقة بالثقافة الشخصية، أو بالتأهيل حتى يعني. فجات الفكرة إن احنا نعمل حاجة صغيرة الأول كده، زي قناة على برنامج محادثات اسمه زيلو. القناة دي تبقى حاجة صوتية تفاعلية بين المكفوفين وبعض. الموضوع بقى كبر، بقى يشامل مكفوفين كتير، مش في مصر بس، في كل انحاء الوطن العربي، ومكفوفين كتير كمان عرب بره المنطقه العربيه، يعني في العالم كله. الفكره بدل ما هي الاول كانت بس ان احنا نشتغل على محاضرات بنظام التعليم عن بعد، محاضرات التكنولوجيا، بدا الموضوع يتطور لمحاضرات في التنميه البشريه وفي اللغه الانجليزيه، وبدأ كمان يبقى ندخل فقرات ثقافية وفقرات فنية ونكتشف مواهب، ويبقى في فقرات خاصة بقراءة الكتب والكلام، يعني تحليل بعض الكتب والقضايا المهمة في المجتمع أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. بدأنا بعد كده نطور في الفكرة كمان إن احنا ندخل دورات معتمدة من أماكن، يعني مثلا نشبك في علاقات مع جامعة سوهاج، مع مركز المجمع الاسلامي في دمياط، مع جامعه زي جامعه القاهره، زي اسيوط، زي اماكن كتير. قدرنا ان احنا ناخد، يعني في دورات اوريدي بتقام هناك في الاماكن دي، واحنا بس بندخل فيها الجزء اونلاين، بحيث المحاضره تكون متذاعه اونلاين، يبقى في تفاعل على وسائل التواصل المختلفه من الشباب اللي بياخدوا الكورسات دي المكفوفين. يعني ببقى قاعد في بيتي وباخد الكورس، وكمان باخد شهاده معتمده من المكان، طبعا بعد كده اختبار معين عشان يتاكد ان هو فعلا استفاد من الكورس. الفترة دي احنا بقالنا مثلا اكتر من 3 سنين بنشتغل على اليوتيوب بس على فكرة الدورات. احنا لو حد دخل على اليوتيوب على قناة كفيف دمه خفيف، كانت كفيف دمه خفيف على اليوتيوب، هيلاقي ارشيف ضخم جدا ومحتوى ضخم جدا متنوع في كل ما يهم المكفوفين، حتى القضايا اللي بتتعلق بالبنت الكفيفة في المطبخ تعمل ايه وتستخدم ايه وتتعامل ازاي، هيلاقي برضو حاجات ليها علاقة بالمنحنى. احنا الفترة الحالية بنشتغل مع اكتر من جهة برضو، في اكاديمية افتتحها الرئيس من شهور اسمها الاكاديمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا للاشخاص ذوي الاعاقة. احنا في كورس هنعمله في الاكاديمية دي، احنا اللي هنضرب فيه برضو، انا هو زمايلي، هيبقى اونلاين وهيتذاع على القناة كيف دمه خفيف على اليوتيوب. احنا دلوقتي شغالين لايف ستريم او بث مباشر على اليوتيوب، هيقدر اي مشترك للكورس ده ان هو يطلع الكورس مجانا، وهيحصل على الشهاده برضه وهو في البيت برضه مجانا. فدي حاجه اعتقد انها كويسه جدا، ما كانتش موجوده قبل كده. احنا بنستهدف ان احنا يعني المستوى الثقافي شويه نزوده عند المكفوفين، ولو هو اوريدي حلو برضه نعليه، يحصل على كورسات تاهيل لسوق العمل. الكورس اللي احنا هنعمله ده كورس في الصيانه مثلا، هيبقى في كورسات، احنا عملنا قبل كده كورسات في تصميم المواقع، عملنا في البرمجه، عملنا في هندسه الصوت، يعني مش بس حاجات مهتمه بالشريحه المبتدئه. طب شهاب، معلش، الجزئيه دي جدا يعني مهمه جدا بالنسبه لنا، انتوا بتعملوا الكلام ده ازاي؟ هل بتعتمدوا بس على السمع؟ ولا الموضوع بيتم ازاي؟ يعني الحاجات اللي فيها دايما اللي هي الحاجات التقنيه شويه، والتكنولوجيه شويه، بتعملوا فيها ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك الفكره باختصار. هو الموضوع انه العلاقه
اللي بين الكفيف والكمبيوتر فيها مشكلة أو كان فيها مشكلة اللي هو إنه مش شايف اللي على الشاشة. تمام. توفر حاجة اسمها برامج قراءة الشاشة. البرنامج ده وظيفته إن هو يحول أي حاجة على الشاشة لصوت مسموع. فكده المشكلة اللي كانت موجودة انتهت. بالظبط. أي حاجة موجودة سواء على الإنترنت أو في أي برنامج من البرامج المتقدمة، سواء أنت عايز تصمم برامج أو تشتغل في هندسة الصوت أو تشتغل تصميم مواقع أو تشتغل في الصيانة البرمجية أو تشتغل في الأوفر، أي حاجة تتخيلها ملهاش علاقة بالصور، بالك ملهاش علاقة بالتصوير، يعني الحاجات اللي هي الجرافيكس أقصد. يعني مثلا مش الحاجة الوحيدة مش هينفع نعملها لغاية دلوقتي هي الفوتوشوب، لأنها ليها علاقة مباشرة بالصور. دي ملهاش حل لغاية دلوقتي. لكن مستقبلا طبعا ان شاء الله ممكن يبقى ليها حل. اكيد ان شاء الله. طب قول لي يا شاب، ليه يعني اسم كفيف لكن دمه خفيف؟ يمكن احنا علقنا عليه شويه في الاول بس ما فهمناش انت ليه قصدته او ايه دلالته. هي كفيف دمه خفيف على طول. كفيف دمه خفيف. الفكره من الاسم ده كده الاسم فرق حاجه. هو كفيف دمه خفيف طبعا. لا احنا بنقول كفيف دمه خفيف، احنا اولا شريحة كبيرة من المخوفين زهقت من فكرة التحدي والإرادة ومش عارف إيه والأسماء الكبيرة دي اللي هي ما بتجيبش همها. إحنا دلوقتي إحنا عايزين نقول إن كفيف هو إنسان عادي جدا، روش يعيش حياته بشكل عصري. أيوه صح. ملهاش علاقة بفكرة إنه أنا لازم أتحدى الظروف والصعاب ولا لا، مع احترامي طبعا لكل الكلام ده، لكن لكن الحياة بتتعاش بشكلها الحلو العادي، بتخليك تستمتع وانت عايش الحياه. فهي تعيش الحياه وانت مقبل عليها وانت مستمتع وانت بتخرج وتدخل ويبقى ليك اصدقاء وتقعد على كافيه وتروح وتسافر لوحدك وتعتمد على نفسك من غير بقى فكره احنا متحديين الاراده ومش عارف ايه والكلام ده. جدع والله. دي فكره. الفكره الثانيه ان احنا بنستهدف من الفكره دي المفهوم الراقي في خفه الدم. مش كفيف دمه خفيف يعني حد قاعد بيقول نكت، لا، المفهوم الراقي اللي هو انا عايش حياتي بشكل عصبي